اخبار الرياضه مع حازم الغامدي. تؤمن بالدبوشي؟ هلا وسهلا. بعد لقائي بتشوف. البداية كالعادة مشاهدينا ومستمعينا بالأخبار الرياضية المنوعة والسريعة، حيث أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم كافة الضمانات الحكومية الخاصة بملف الترشح لاستضافات نهائيات كأس آسيا 2027 تمهيدا لتقديمه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من ملف الترشح للدول الخمس المتنافسة للاستضافة. وتشمل الضمانات تسهيلات الجهات الحكومية الصحية والخدمية والفنادق والطيران وغيرها لدعم البطولة. ويتضمن ملف المرحلة الثالثة تحديد المدن التي ستجري عليها مباريات البطولة وملاعب المباريات والتدريبات. وسيتم إعلان الدولة المضيفة للنسخة 19 من كأس آسيا خلال عام 2021. وفي الدوري السعودي الليلة يبحث نادي الاتحاد عن تأكيد تفوقه على مستضيفه نادي الشباب في قمة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأمل الشباب في أن يحقق فوز يقربه من المتصدر الهلال، والذي استغل خسارة وصيفه ليبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط. وفي المقابل يطمح العميد إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق 3 انتصارات متتالية لم تحدث منذ موسمين والاقتراب من المتصدر الهلال. هذه وقفة مع مباراة الدوري السعودي الليلة.